وهلا صار لازم اتصرف. بلش الجد. صباح الخير. أهلين، صباح النور. تعرفي إني شايفتكن بمنامي؟ قولي لي شو أخباركن؟ ما صدقت صار الصبح، مشتاقة لعمر وحابة أشوفه، وحتى نيسان والكل، اشتقت لكن كتير. إيه، شو عم تعملوا؟ مين فايق؟ يمكن عمر ما فاق لسه. يا الله. ليكي بدي أعزبك وأطلب منك طلب، فيكي تروحي على غرفة عمر وأنتي عم تحاكيني بس تفرجينيها؟ ولا تطلعي صوت مشان ما تفيقي. ايه دخيلك، واذا فاق يعني اصلا انا رح فيقه. ناز لا، حرام عليكي. لا تفيقي، خليه يشبع نوم. عمار، لك مين على الموبايل؟ شو هاي المفاجأة؟ عمار. ليش ما عم تجي لهون؟ عن جد بدك يعني اجي؟ يعني اشتقت لي؟ ايه اشتقت لك. المهم ما تكون عم تبكي لاني رحت. ناز قلي له لعمر ما بدي يبكي ابدا، والا انا يلي بدي ازعل. اذا ما بتجي بدي ابكي. رح اجي بس ما فيني هلا، وانا كتير حابه اني اجي اشوفك كمان. كتير جايه على بالي العب بسيارتك الحمراء يلي كنا نلعب فيها سوا، ومشتاقه نقعد نرسم ونلون مع بعض. واكتر شي متحمسه لحتى اشوفك ونلعب كره قدم. على اساس كنت بدك تعلمني كيف بدي فوت جول بسرعه. ايه بعلمك، يلا تعي. هلا ما بعرف إذا بقدر. حاسة كأنك تعودت على غيابي. عمر ابكي. إذا ما جيت بدي ضل ابكي كل اليوم. حبيبي عمر ما تعمل هيك، بتعرفني أنا ما بيجي من قلبي. وبعدين ما بعرف إذا بقدر لاقي تاكسي هلا. سردار بيجي بياخدك. لا ما بيصير ناز، اصحك أبوكي لازم يكون موافق. يعني يمكن إذا شاف عمر عم يبكي يبعته فورا. طيب رح شوفه وخبرك فورا. ماشي حبيبتي. يلا ابكي مشان تجي سراب، اعمل هيك. كنتي عم تشتغلي برات البلد؟ لا، السفر كان للدراسة. حضرتك اشتغلتي اي شيء تاني قبل؟ انا بالاساس كنت بشتغل بالتدريس، وبعدين اشتغلت مربية دوام كامل. سي في تبعك كتير منيح. فينا نعرف ليش تركتي شغلك عند آخر عيلة؟ العيلة يلي كنت عندهم سافروا. بابا؟ حبيبتي. عمر عم ينق بده سراب وعم يبكي فوق، فيني اطلب من سردار يروح يجيبه فورا؟ قلتي عم يبكي؟ عن إذنك. إلا ولا لا؟ إذا فاضي جيبيها ما في مشكلة. ماشي رح شوفه. نحن عم نمرق بفترة حساسة شوي، لهيك عم ندور على شخص يتفهم ظروفنا. اي مفهوم. بالسي في مكتوب اني انا دارسة وعاملة ماجستير بعلم نفس الطفل، وعندي خبرة بالتعامل مع هيك ظروف. هذا الشيء كتير بهمنا، وهي النقطة هي يلي بتميزك عن الباقيين. سراب. مرحبا. قال عمر بده يعني، وأنا كمان اشتقت له كتير، فقلت بجيب شوفه. أهلا وسهلا، وأخيراً يا اجيتي. عمري. شو الأخبار؟ اشتقت لك. وأنا اشتقت لك أكتر، عن جد منيح أنك اجيتي. معقول تطلبوا مني وما اجي؟ اجت شراب. يا عمري، أنا أميري الصغير دخيله الحلو، كتير اشتقت لك. شو كيف بطلي؟ لا تروح بتتركيني متل أمي، خليكي هون. بس أنا ما عم بتركك حبيبي. ليش أنا فيني أعيش بلا البطل؟ دائماً رح إجي لعندك ونلعب سوا. المهم أنت ما تزعل. طمن، سراب كتير بتحبك عمر. أنت بتعرف إنه هي اللي أنقذتك وأخذتك على المشفى؟ على فكرة عمر طاب بسرعة لأنه هو بطل وقوي كتير، ولأنه هو شاطر وكل يوم عم يأكل أكلاته كلها. إيه أنا بعتذر، ما رح أعطلكم. يلا بالإذن، يلا على اللعب. فاروق، حابب تسأل الأنسة توبا شي تاني؟ لا شكرا، شكرا كتير على وقتك. وشكرا لإلكم كمان. نحن أكيد من خبرك، حتى أنا
يمكن فيني قلك من هلأ إنه انقبلتي، لهيك بأي لحظة كوني جاهزة. أنا جاهزة دائما. شكرا لكم، أنا بستأذن هلأ. يعطيك العافية، شكرا. شو رأيك؟ هي مناسبة. وأنا معك، ما توقعت نلاقي وحدة مناسبة بهالسرعة. إذا هيك لكان رح وصيهم على فنجانين قهوة وارجع نحكي بالتفاصيل. تمام.